مرحبا ترحيب تنبه للمواجب الأصيلة عد ما لاحت بروق وعد ما حن حن رعدها يا هلا بالليل قاهم يشفي الروح العليلة يا هلا بالليل قاهم يشفي الروح العليلة يا وجيه النور هاك الشمس لا جتب كبدها مرحبا حبيب تنبه للمواجب الأصيلة عد ما لحد فروق وعد ما حنحن رعدها يا هلا بالليل قاهم يشفي الروح العليلة يا وجيه النور هاك الشمس لا جتب كبدها مرحبا باسم الكريمة بنت الأجواد أم تركيا سعدها اليوم في فرحة ولدها أم تركيا والمدايا كلها فيها قليلة الزيون صافها وما نحصيها في عددها بنت شيخ بالكرم والطيب ما نلقى مثيلة الشيخ عز وشيخ الطالة والمواقف هو أسدها من زحون الماخذين المجد وسيوفه وخيلة لعب تنتظر بالفعل الجزال وتعتمدها لعب تنتظر بالفعل الجزال وتعتمدها بخري أم تركي فيه وانت له سليلة ذاكرة المرجله للمراجل هو سندها انت اختلي لهم في الناس مقدار وفضيلة القروم اللي لكل الناس ما تقصر مددها القروم اللي لكل الناس ما تقصر مددها لك عيال هم طحاطحين وهم رؤوس القبيلة العري من الجدود ومن ساكن من نشدها مرحبا ترحيب تنبه للمواجب الأصيلة عد ما لحد فروق وعد ما حنحن رعدها يا هلا يلي لقاهم يشفي الروح العليلة يا وجيه النور هاك الشمس لا جتب كبدها مرحبا باسم الكريمة بنت الأجواد الأصيلة أم تركيا سعدها اليوم في فرحة ولدها أم تركيا سعدها اليوم في فرحة ولدها أم تركيا والمدايا كلها فيها قليلة الزيون صافها وما نحصيها في عددها بنت شيخ بالكرم والطيب ما رقى مثيلة الشيخ عز وشيخ الطالة والمواقف هو أسدها من زحون الماخذين المجد وسيوفه وخيلة لعب تنتظر بالفعل الجزال وتعتمدها لعب تنتظر بالفعل الجزال وتعتمدها بخري أم تركي فيه وانت له سليلة ذاك راعي المرجله وللمراجل هو سندها وانت يختلي لهم في الناس مقدار وفضيلة القروب اللي لكل الناس ما تقصر مددها القروب اللي لكل الناس ما تقصر مددها عيالهم طحاطحين وهم رؤوس القبيلة العري من الجدود ومن ساكن من نشدها مرحبا بضيوفنا عد النجوم وما بعدها مرحبا بضيوفنا عد النجوم وما بعدها زفات أحلى الليالي زفات أحلى الليالي زفات أحلى الليالي زفات جميع الحقوق والنشر والتوزيع محفوظة لدى استوديوهات أحلى الليالي يرجى التواصل على جوال 05-077-90-628 زفات أحلى الليالي. زفات أحلى الليالي زفات أحلى الليالي
زفات أحلى الليالي. زفات أحلى الليالي. جميع الحقوق والنشر والتوزيع محفوظة لدى استوديوهات أحلى الليالي. يرجى التواصل على جوال 0507790628. زفات أحلى الليالي.